ينبثق حيث شعاع فرحتكم في سماء صنعاء وعدن يهتلق. في عيد وحدتنا ندشن مشروع يمن الحضارة في عيد وحدتنا ندشن مشروع يمن الحضارة ونعلن هنا من ساحة الحرية افتتاح مشروع الدولة الحديثة. من هنا وسط هتافات وحدوية وبين حشود وحدوية ومن أصوات وحدوية وبأيد وحدوية نبارك يمننا فيها وتبادلنا الحبيبة الفرحة. قلوبنا جميعا معلقة في من سينال شرف افتتاح هذا المشروع. الآن الإخوة يباشروا قص شريط مشروع الدولة اليمنية الحديثة. النساء الثوار، النساء زغردة من النساء. وكيف نصيد أقماره؟ تعالوا تعالوا كلكم، فالظلم ينهي بعد دهر طال مشواره. وأنتم وأنتم قد ورثتم كل هذا الكون، وأنتم قد ورثتم كل هذا الكون روعته وثروته وأسراره. أعلنوا فرحتكم وأسمعوا الدنيا صدى وحدتكم، صدى وحدتكم. اليمن ما أجمل هذا الاسم، ما أروعه وما أسمى حروفه، يتلألأ في الأفواه حين نطقه كحبات لؤلؤ، يتسع الصدر وتزدهر الأحاسيس وينبلج من محيا ناطقه نورا مشع، لكأنه للتو فرغ من أداء صلاة. هذا الاسم أغنية خالدة عذبة، نشيد أجيال متتابعة، كريح زفرت من فاه الوجود فمضت في رحلة لا تنتهي. يا لعتمة القضاء ووحشة الأسماع والأبصار، يا لوحشة القضاء ووحشة الأسماع والأبصار قبلها، ولكنها أطلت لتنير هذا الفضاء. ها هي تخترقنا، ها هي تعبر عبر الغيوم، ها هي تصل إلينا. إنه طيف الحرى سهيل وطيف الحرى الجزيرة، وها هي الآن تعانق أثير ساحة الحرية. فشكرا لهم ولهم جزيل الشكر. فنحن قصصنا اليوم مشروع الدولة المدنية الحديثة، ونقول لها وطنا سطرت ملامحه بخيوط من ذهب، أيا وطنا رسمت حدوده بأزهار الحرية، أيا وطنا بنيت حضارته بدماء شهدائنا. حلمنا بوطن يعيش أحلامنا ويحقق طموحاتنا، وطن حر يعبق بأريج الحرية والديمقراطية، وطن الثاني والعشرين من مايو. ها نحن الآن دشنا افتتاح هذه الدولة فلكم جزيل الشكر، وها نحن نقدم عليها بعلم واحد ونشيد وطني واحد. واحد شعب يمني، مطلبنا واحد، مطلبنا واحد، شعب يمني، دم اليمني، علم اليمني، شعب يمني، مطلبنا واحد، شعب يمني، مطلبنا واحد، مطلبنا واحد.
نبقى الآن مع أنشودة ترحيبية. فرقة ومع فرقة منتدى الإبداع. ارفعوا الاعلام يا شباب، ارفعوا الاعلام.
شكرا شكرا. أيها الأخوة الأحرار، باسمكم نحيي همزة الوصل، باسمكم نحيي النخبة، نخبة الإعلاميين المناضلين الأحرار، همزة الوصل بين الثورة والثوار، الأستاذ مصطفى عبد الرزاق الملقب بشرعوب، الأستاذ مهيوب قاسم الشرعبي، الأستاذ عبد الله العيسائي، الأستاذ فهيم السامعي، الأستاذ هشام اليوسفي، الأستاذ منذر الأصبحي، الأستاذ محمد القدسي، كما نحيي باسمكم لمن واصل الليل نهار، لمن أوصل صوت الثورة والثوار، ولتعز الثائرة، تحية للمرابطين في خيمة الصوتيات، الأخ المناضل فتحي محمد أحمد، أسامة هلال، ماجد عبد الله، أبو بكر العبسي. وباسم الإعلاميين نحيي قناة الجزيرة، الضيف الغالي على شعب اليمن، الحدث، قناة الجزيرة، شاشة الأحرار في كل بقاع العالم. وتحية لطاقم سهيل وقناة سهيل ومراقبي سهيل الأحرار الشفاء، الحدث والصوت الذي يسمعه الناس تنقل ما يدور بمهنية عالية دون خوف، مثلت قمة الاستقلالية في نشر الخبر. حيوا سهيل يا شباب، نقول بصوت واحد يا جزيرة يا سهيل، الله معاكم شدوا الحيل، يا جزيرة يا سهيل، الله معاكم شدوا الحيل، كرروها انتم يا شباب، يلا كرروها انتم. قف ايها التاريخ، قف ايها التاريخ واسمع صوتنا، واحكي لأجيال ستأتي عننا. قف يا أخي، قف يا أخي، ولترتفع أصواتنا. قم يا أخي ولترتفع أصواتنا. ارحل علي، هذا قصيد هتافنا. ارحل علي، هذا قصيد هتافنا.